جديدة وبمعلومات جديدة. اليوم ردتنا حتكون شوي مختلفة، وحنكون عم نحكي عن التغذية. شو هي التغذية؟ ليش الغذاء مفيد لجسم الإنسان وخصوصا للمرأة الحامل أو المرضعة؟ فحتكون معنا الأخصائية رقية عبد الرحمن حتى تحكي لنا شوية عن التغذية للمرأة الحامل والمرضعة. تفضلي أستاذ رقية. الله يزيد فضلك يا رب، يسعد مساكم، كيفكم يا صبايا يا شباب؟ شو مساك يا رب. أخباركم؟ تمام؟ أوكي، اليوم نحن حتكون محاضرتنا استثنائيا للبنات، بس أكيد أكيد اللي متزوج أو عنده حدا بخصه بتفيده، لأنه نحن حنحكي عن الحوامل وحنحكي عن المرضعات. يلا أنا حدقيقة ونبلش بإذن الله. لما ببلشت أستاذة رقية، بس حابة أذكر بشيء، رجاء المايك ما ينفتح ولا الكاميرا، كرمال تكون أستاذة رقية قادرة عم تعطينا كل المعلومات أول بأول. كرمال أي استفسار، نحن بنهاية الدورة حتكون هي فاتحة مجال ربع ساعة للاستفسارات، ترفعوا إيدكم وبتسألوا، كرمال تكون هي عطت كل اللي عندها وترجعوا تستفسروا أكثر وأكثر. ممكن سؤالكم يكون هي حتطرحه بوقت معين من المحاضرة. ففيك يعطيك العافية دكتورة، كيف فيك تبلشي؟ الله يعافيك يا حنين، يسعد مساكي عن جديد. يلا جاهزين يا شباب ويا صبايا، اليوم حيكون موضوعنا كتير حلو، حنحكي فيه عن تغذية المرأة الحامل والمرضعة. ليش؟ لأنه للأسف 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 أنا خلال الاستشارات اللي بعملها بشوف المدام الحامل زايدة أكثر من 30 كيلو، المرضعة يعني هي عم تنفش وابنها ما عم يتغذى مظبوط، أو النسوان عم تتغذى لفترة 6 شهور، وهذا شيء كتير كتير مؤذي. ليه؟ لأن المرأة إذا ما رضعت مظبوط مناعتها حتخف، غير هيك لأنه نحن بنعرف في عندنا الفوائد للرضاعة بالنسبة للمرأة وبالنسبة للحامل، بالنسبة للطفل وبالنسبة لها، بالنسبة للطفل بتعطيه الصمغ، هذا الصمغ بيقوي له مناعته، والأهم من هيك إنه هي كل ما بتضع كل ما بيضب رحمة بيحميه من سرطان الثدي والرحم، والأحلى بالموضوع إنه الرضاعة بتخليها تخسر 500 سعرة حرارية. يلا يا صبايا إن شاء الله نحن حنبلش، ومثل ما قالت دموزيل حنين نحن حنجمع كل الأسئلة ونخليهم لبع آخر شيء فأكثر عدد يستفيد. بنقول بسم الله ونبلش. أول شيء أهمية التغذية السليمة للمرأة الحامل. المرأة الحامل لازم تاخد كل التغذية الأساسية. ليه؟ لأنه أي نقص بأي غذاء حيأثر على نمو البيبي، يا ما في نسوان صار في عندها ولادات مبكرة، يعني ولدت على 7 شهر، أو اضطرت إنها تولد صار معها تسمم حبل او صار معها سكر حبل، نتائج ايش كنت عم تعمل خلال حبلها. فهي بتاخذ كل الاطعمه المختلفه لتعمل توازن بين كل الغذاء، تاخذ كل الفيتامينات والمعادن. اكيد بدي ننبه على الشغله، اي حدا معي هون صبايا سواء كانت مكتوب كتابه او صبيه هي عندها مشروع حبل، فيها تاخذ الفوليك اسيد او الحمض الفوليك، كثير اساسي ولازم احنا بناخده قبل ما نحبل بخلال 3 شهور. ليه؟ لانه النقص بالحمض الفوليك بيعمل سبينا بيديديا وبيعمل مالفورماسيون بالكولون فيرتبرال. يعني شو بيصير؟ بيصير الولد بيخلق بلا دماغ او بيصير في عنده مشكله بالعمود الفقري، فهذا الشيء كثير كثير مضر. فلازم اي حدا بيعرف انه اي حدا على ابواب زواج بدها تفوت ضغط مخلوقه تتزوج وتحبل فيها تبلش فيه قبل الزواج ب3 شهور، احنا بنسميه بري كونسبشن، يعني هي بتاخده قبل ما تحبل ب3 شهور لنحن نجهز البيبي. مثل اي انسان بده يتزوج بده تجهز بيت، كمان احنا بنجهز بيبي المرأة بدها تكون صحتها منيحة، وزنها منيح، بتكون معها كل الفيتامينات. هلأ بالنسبة لأهم الفوائد وأهم القواعد عن المرأة الحامل، أول شيء البروتيين. شو يعني بروتيين؟ هو فئة من فئات الأكل لازم المرأة تاخدها، يعني بتاخدها من نتيجة أما صلى على سيدنا محمد، بتاخدها من نتيجة الحيواني يا نباتي. شو يعني حيواني؟ يعني لحمة، سمك، دجاج، الدواجن، وبالنسبة للنباتي يعني فاصوليا، بازيلا، فول وحمص. هالشغله. الشغله الثانيه بدي انتبه، المراه الحامل، انا عم بحكي عن المراه الحامل اذا كانت بالشهر الثالث او الرابع، شغله رب الثالث او بالرابع او بالخامس او السادس، اول شهور حبلها بدها تتجنب الكبده. ليه؟ لانه الكبده او القصبة السوداء كل هالاشياء غنيه بالفيتامين اي، فبيعمل تشوهات للجنين. هالشغله. الشغله الثانيه، نحن بنعرف السمك قدام قلبه اوميجا 3، والسمك مثلا غني بالاوميجا 3، والسمك بجنن، وسمك له كثير فوائد، لكن
السمك بدي قد ما فيني السمك اللي بيكون زي يعني مثل التونة او مثل السالمون او الماكيريل لازم خففه لمرتين بالاسبوع. ليه؟ لانه هيدا الشيء بيعملها تسمم. حتى التونة ما لازم يتكتب منها اكثر من 3 مرات بالاسبوع، لانك كتبتها بتعمل تسمم بالحبل وبتعمل نسبة زيبق عالي، لانه بعالم الحيوانات السمك الحيوان الكبير بياكل الصغير، فنحن بس عم ناكل تونة عم ناكل سمك صغير فعنده نسبة زيبق عالي. ثالث شغلة، أي شيء بيض ناي ممنوع. نحن عم ناكل أحياناً بيض، يعني المايونيز، المايونيز بس ينفتح يا جماعة بعد شهر بدنا نكبه، لو معه تاريخ صلاحية 3 سنين أو 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 معه تاريخ صلاحية ل 2025 وأنا فتحته بعد شهر بده ينكب. كذلك البيض الناي لأنه عنده مناعته كتير كتير خفيفة، فبالتالي خليني افتح كاميرا هيك بنبسط فين اكثر مني بيبسطوا فيني. فبالتالي اذا هي عندها بيض عم تاكل بيض ناي، اكل صار معها سالمونيلا بيصير معها سالو استفراغ. بتعرفوا انتم المره الحامل بتنعطى شو ما كان، فاذا اخذت اذا اخذت مثلا ادويه بياثر على الجنين، فهي بدي اركز كثير منيح انه البيض الناي ممنوع بيكون مطبوخ. في كثير ناس بتعمل اومليت بيكون نص مستوي او مستوي تتقدي اي نوع من تسمم سالمونيلا. تاني شيء بدنا نركز على الفواكه والخضره، يعني الفواكه والخضره بدها تكون ملونه مثل ما نحن عندنا قوس قزح. لما كنا صغار نتقرش على القوس قزح ننبسط فيه، بدها تكون سلطه مشكله بقلب شمندر بقلب روكا بقلب جردير بقلب سبانخ. ليه؟ لانها بتاخذ كل الفيتامينات والمعادن، بتاخذ الياف اللي بتساعد على الهضم وبالتالي بتساعد على تقلل من الامساك. بعرف كثير نسوات اول 4 شهور بصير في عندها امساك، على كثير في عندها امساك بصير في عندها بويسير، كل هيدا من وراء قله تناول الالياف والفيتامينات والمعادن. غير هيك تقريبا منظمة الصحة العالمية بأمريكا بتقول لازم ناكل 5 حصص من الفواكه والخضرة. أكيد تشمل أكيد الفواكه تكون طازة. هلا بالنسبة للفواكه إذا أخذتها مجمدة أو مثلا مجففة يفضل تاخذ حصة من قصر 3، يعني بتاخذ 3 ل4 حصص فواكه. أما بالنسبة للخضار 5 حصص. إذا أنا عم باخذ 3 حصص فواكه باخذ وحدة مثلا 3 حبات مشمش مجفف او تين مجفف، هم يعتبروا حصه فواكه مجففه. اما الحصتين بياخذوا الفريش مثل التفاح مثل الليمون مثل البرتقال والاخره. بالنسبه للنشويات، كثير ناس بتقطع نشويه، اوعى بالك تمشي على نظام الكيتو او نظام صيام متقطع اذا انت حامل لو بدك تنزلي وزن. ليه؟ لانه اذا مشيتي على نظام الكيتو حجسمك يعمل كيتوزيس. شو يعني كيتوزيس؟ حيأثر تاخذ مصدر اساسي للنشويات، يعني هي بتاخذ من 4 ل5 حصص نشويه خلال النهار. هون بتفرق هي قد وزنها قد طولها، اذا هي حبه بولد او ولدين كله بيفرق. ليه؟ لانه بيعطيها بقلب الالياف، هيدي الالياف بتمنع يصير في عندها امساك اللي حكيت عنه قبل شوي. غير هيك الالياف شو بتعمل؟ بتخليها تمنع حالها من مشاكل امراض مزمنه مثل السكر لدرجه ثانيه اللي حيصير معنا بخلال سادس استاذ رقية. بس صوتك هلا واضح، راح صوتك هلا. بتاكلي عن شخصين، هيدي بدنا نوقفها من يوم ورايح بدنا نوقفها. ليه؟ حجم البيبي كبر، غير هيك هي احتاجاتها زادت. فابدا ما بدي اكل عن شخصين بحاجه تاكل عن وجبه وحده. كمان المره الخفيفه، بس الوجبات الخفيفه تكون فواكه مكسرات قد ما فينا نخفف من الدهون المهدرجه، يعني مثل البسكوت مثل الاشياء اللي بقلبها كوكيز والسكر. بالنسبه للمنتوجات البان واجبان، من منتوجات الالبان والاجبان او الزبادي كثير اساسيه، يعني بيحتوي على الكالسيوم بيحتوي على الفوسفور، وبنعرف نحن عم نبني جنين فبيهي من هي للكالسيوم لفيتامين د. لكن بدي ركز على شغله، كل الالبان والاجبان بتكون مبستره. شو يعني مبستره؟ يعني اشطي، يعني اشطي يعني بتكون هي متعرضه لدرجه حراره عاليه. ليه؟ لانه ممكن الحليب جاي مثل ما حكيت قبل شوي.
فضروري ضروري ضروري انه يكون في عندنا الحليب يكون مبستر، لانه احمي حالي واحمي وتحمي البيبي، لانه مثل ما قلت اذا سلمت المراه الحامل ممكن يؤدي الى اجهاض ويؤدي لكثير اشتراكات ونحن بغنى عنها. غير هيك في كتير ناس بتقول مثلا أطعمة غنية بالدهون والسكريات أثناء الحامل شو لازم تاكل؟ بدنا نخفف الأشياء الغنية كتير بالدهون، يعني هالأشياء الغنية بالدهون ممكن تزيد وزنها، يعني أنا بدي خفف مقالي، بدي خفف بطاطا مقلية، مش يعني أقطع بس مش يكون أكلي كله مقالي فاست فود جونك فود، قد ما فيني خفف تكون 80% محضر بالبيت 20% جيبه خالص إذا أنا بدي. غير هيك بدي خفف من الدهون المشبعة لأنها بزيد نسبة الكوليسترول، فبالتالي حزيد مشكلة أصابة القلب والمشاكل عالية. فبدل ما أستعمل أنا زبدة الطبخ في استبدع عنا بالأفوكاد، بدل ما أستعمل الشوكولا الأشقر بستعمل شوكولا دار شوكليت أو الشوكولا داكن لأنه هيدا هيعدلها ضغطها. غير هيك غني بالبوليفينول فبالتالي هيعدلها مزاجها، لأنه ما فرحنا المرأة أول ما تكون حامل المودة بيتغير. هلا البوزة والكيك قد ما فيها نحضر تاكلهم بكميات قليلة ما تاكلهم بكميات كتيرة. بالنسبة لتحضير الأكل، تحضير الأكل للمرأة الحامل بده يكون آمن. الخضرة والفواكه بدها تشيل عنا كل شيء ترسبات مثل السبانخ بده يتغسل كتير كتير منيح. مثلا الفواكه بدها تنقع بالماء والخل والماء والحامض، خاصة الماء والخل تقتل أي نوع بكتيريا. ممكن أنا عم جيب الخضرة من عند السوبر ماركت أو عم جيبها من عند الخضرجي، ممكن هو كله عامل شيء فينقل هيدي البكتيريا عن طريق الفواكه، إذا ما تأشرت بدل البكتيريا عليها فهيدي كتير كتير منيح. تاني شيء بدي اغسل كل الاسطح والاواني والايدين، مثلا الدجاج اذا انا مثلا عم بطبخ الدجاج او يوم عم بعمل لحمه او سمك او البيض بدي نظف انا المطبخ ارجع اعمل شيء تاني حتى ما يصير في عندي تسمم، لانه اي اذا انا استعملت ديتول او انا استعملت اودكس هذا ما بيقتل نوع بكتيري، فالبكتيري بدها تموت على حراره معينه. ثالث شيء لازم نتاكد من تخزين الطعام ناي، يعني انا افصل الاشياء الناي عن الاشياء المطبوخه، مثلا الاشياء الناي ما بتركها وقت طويل على المجله بدي احطها بالبراد حتى انا اتجنب عنها. رابع شغله صحون التقطيع، يعني انا مثلا انا عم بقطع دجاج ما فيني اقطع دجاج اذا انتقل اقطع سلطه، غلط اقطع الدجاج بسكين بعدين انتقل لسكين ثانيه، وبفضل يكون السكاكين ملونين حتى امنع انا الكونتامينيشن، امنع انا التلوث الغذائي ينتقل من جراثيم مطرح لمطرح. تاني شيء تسخين الوجبات الجاهزه، هذا كتير كتير بشكل طيخه خاصه الدجاج، ما كل شوي بنسخن ما كل شوي بنسخن. ثالث شيء بدي اتجنب انا اني اختار اللحوم اللي فيني جيب شيء للجلده من الدواجن يفضل، او استعمل طريقه الشوي تخفف انا قد ما فيني كميه الدهون. هلا بتسال السؤال المشهور قد ايه المراه الحامل بدها تزيد؟ اول شيء باجمالي السعرات الحراريه بتختلف اذا وحده معدل زياده الوزن، كيف يعني؟ اول 3 شهور المفروض المراه ما تزيد، واذا بدها تزيد ما تزيد اكثر من نص كيلو لكيلو. تمام؟ ها اول شغله، الشغله الثانيه النسوان البدينات، يعني لما بتكون المراه هي ناصحه كل ما فرصه زياده الوزن بتكون اكثر، احنا بنسميها معبيه يعني هي عندها خزين. هذا الشيء بتتجنبه قبل وقت كمان، انه المراه الحامل بدها تتجنب انها تاخذ كثير كثير اكل انها تكون مخزنه قبل وقت، يعني ماكسيموم بتزيد من نص كيلو لكيلو. هلا حنحكي بالتفصيل، يعني انا شخص ما عندي نحافه، عندي البي ام اي ضمن النطاق الطبيعي، عندي هي 18.5 ل 24.9، ما عندي زياده وزن ففيني زيد من 12.9 ل 18 كيلو. اما انا مره عندي وزن طبيعي، يعني انا اول شيء اذا انا كنت بعاني من نحافه، يعني انا عندي سوء تغذيه، يعني انا فرضنا طولي 1.60 وزني 40، فيني زيد من 12 ل 18 كيلو خلال حبلي. اما اذا انا كان عندي وزن طبيعي، يعني انا طولي المناسب لوزني، وزني 50 وطولي 1.50، فيني زيد من 12 ل 15 كيلو. شوفوا هون الارقام فرقت من 12 ل 11 من 18 ل 15 حسب الوزن الطبيعي. ثالث شغله اذا انا عندي وزن زايد، فأنا هون عندي المؤشر من فوق 29، فأنا فيني زيد من 6 ل 11 كيلو. أما إذا كان عندي بدانة عندي المؤشر من فوق 30، صار عندي نصاحة درجة أولى، فبدي زيد من 5 ل 7 كيلو. هذه حكيت درجة أولى، درجة ثانية بزيد 5. كل ما بتكون أنصحي تمام مدام وزنها 100 فبيحق لها تزيد أكثر من 6 ل 7 كيلو. طيب كيف بتصير هون؟ هون بصير من خلال المتابعة الغذائية ومتابعة حكيم نسائي ضرورية ضرورية. ثاني شيء بدي أحكي إذا أنا كان عندي توأم، سواء كان فريجيمو ولا فريجيمو ولا فوجيمو، هون بدي انتبه اذا هي عندها نقص بالوزن، يعني هي عندها اقل من وزنها، فهي تزيد 22 ل 22 كيلو اذا هي حامل بشخصين يعني طفلين. اما اذا كان وزنها طبيعي فهي بتزيد من 16.7 ل 24، عندها وزن زايد من 14 ل 22. اما اذا عندها سمنه 11 ل 19، شو بنفهم من هون؟ بنفهم من هون شغله، اي مدام بدها تحبل تنزل من وزن
تشتغل على حالك، يعني كيف يعني تشتغل على حالك؟ تعبي كل الفيتامينات، كل المعادن، تظبط امورك، لانه خلال تنزيل الوزن خلال الحمل بده يكون ماشي على حالك مرتب. ليه؟ لانه اذا كان عم تنزل وزن بطريقه مش صحيه ممكن تفقد الحديد، ممكن تفقد الزنك، ممكن تفقد الفيتامين B12، ممكن تفقد فيتامين د، فممكن ياثر على بياثر على البيبي كنمو، او ممكن ياثر على الولاده المبكره. غير هيك اللي بدي اقوله، قبل ما بلش بتغذيه المرضعه كمان بدي احكي شيء كثير كثير اساسي. في كثير ناس بيخلقوا بريماتور، يعني هن قبل ترمو بحطوه بالكوفاز. ليه بحطوه بالكوفاز؟ لانه هون ما كان في عندنا متابعه مضبوطه للحامل، ما كان في عندنا ابدا متابعه رسميه للحامل. كيف يعني كيف في عندنا استهتار؟ ما كان عم تعمل شيك اب كل شهر عند الحكيم النسائي. غير هيك كانت هي عم تزيد بطريقه ابدا ابدا مش صحيه، وشيء كثير كثير مؤذي. لما هي بتخلق الولد بريماتور، يعني المحيط خصره اقل من طبيعي وزنه وطوله، فبالتالي هذا البيبي ما حيصير عمره 18 سنه عنده وزن وطول مثالي. هذا الشيء كثير كثير حيأثر. بنكفي بتغذيه المرضعات. بالنسبه لتغذيه المرضعات كمان، المراه الاساسيه بدها ترضع، كل ما بترضعي اكثر كل ما حليبي بيزيد اكثر. اول وزاره الصحه باي بلد بتقول التغذيه بدها تكون حصريه لمده 6 شهور، بعد ال6 شهور فينا ندخل اكل. هلا هون اختلف كثير الدراسات، ناس قالت على 4 شهور، ناس قالت على 6 شهور، بس يفضل ان نحن تكون تغذيه المرضعات تكون اساسيه، مشان نحن تكون اساسيه على حليب الام. هلا بتيجي كثير من السؤال بتقول بدي ادخل انا فورمولا او بدي ادخل بيبروني. لما انت بتدخلي بيبروني اول 6 شهور، احيانا على البيبي يسحب من البيبروني غير ما يسحب من الصدر، خاصه اذا كانت الام بكريه، يعني اول بيبي، لانه بتكون اسا الحلبه مش معوده. فهذا الشيء بيخلي البيبي يعمل افور، يشد اكثر تينزل، يعمل افور ويشد اكثر تينزل، غير هيك تينزل الحليب. فهون كثير كثير غلط. اوكي، فهون كتير كتير غلط. ليش؟ لأنه إذا هي عم تعمل إفور لينزل الحليب، فهي بتعوده إنه هون شو يتكل على البيبرون. إذا اتكل على البيبرون معناتها راحت. كتير إذا أنت بتقارني مثلاً، أنت عم تاخدي نظام مثلاً، واحد أنت مرضعة وابنك مثل ولدين، أنت واحد مرضعتي واحد لا، شو حتلاقي؟ حتلاقي الشخص البيبي اللي مرضعتي صار شاب، مناعته أكتر، يعني ما بيمرض أكتر، ما بيعمل انفلونزا، ما بيعمل جريب، حتى لما اجت كورونا كان اقل، ليه؟ لانه عنده مناعه. اما الولد هيك حتقضي كل شهر عند الحكيم، فهذا الشيء كثير كثير اساسي. بالنسبه للاشياء اللي بتساعد على انتاج الحليب والاطعمه اللي بتساعد على انتاج الحليب، بدنا نختار اشياء غنيه بالبروتيين، لحم سمك دجاج. بالنسبه للناس مش قادر تجيب لحم سمك دجاج، فيها تجيب فاصوليا، عدس، مأكولات بحرية. مثل ما قلنا بالنسبة للحوامل، بالنسبة للمرضعات ننتبه على نسبة زيبق، إن تكون اختار السمك يكون سمك مشوي، مثل السردين مرة مرتين بالأسبوع، وطولنا لمرتين لثلاث مرات بالأسبوع. ثاني شيء بيركز على الفواكه والخضرة، بنغسلها كتير كتير منيح. وأهم شيء إنه في شيء يعني بدي أقوله ممكن أنتوا تستغربوه، طعمة الحليب بتتغير. كيف يعني طعمة الحليب بتتغير؟ لما أنت بتاكل ثوم وبصل هذا الشيء حيمرق بالحليب. فهيك غير هيك بالنسبه للمرضع بدها تتجنب اشياء بتنفخ، يعني الفاصوليا، الحمص، العدس، البروكلي، القرنبيط، يعني البروكلي، يعني البروكلي او القرنبيط يعني الزهره، يعني كل شيء اشياء هيك اشياء بتنفخ. غير هيك المراه المرضعه ما فيها تنزل عن النظام تحت ال 1500 سعره حراريه، اللي بالتالي بياثر عليها كثير. لازم هي تزيد من 300 ل 400 سعره حراريه. ليه؟ لانه هي عم تصرف كل رضاعه عم تصرف 500 سعره حراريه. وغير هيك بدها تكتر قد ما فيها سوائل وتكتر شرب مي، فهي بدها تاخذ كل هالاشياء. والاهم من هيك انها تاخذ حبوب الكامله، يعني فيها تاخذ سناكيات تكون صحيه، مثل حبه التفاح تحط بقلبها، ملعقه زبده فول السوداني، او تاخذ كبايه لبن مع هيك. هذا الصحن اليومي بيكون، بتكون الترويقه معبيه، يعني عباره عن طبقه خبز اسمر، ثلاث بيضات، ثلاث معالق لبنه مع زيتون، بنركز على زيت الزيتون، بنركز كمان الغداء بيكون في بروتين مع رز او معكرونه، اكيد جلطه سلطه، بناخذ من 3 إلى 5 حصص فواكه، واكيد بدنا ناخذ 3 حصص البان واجبان. ليه؟ لأنه هي عم تمرق ببيبي، هي البيبي اللي عم تربيه، وعم تربيه بحاجة للكالسيوم، بحاجة لكتير غذاء، فهي بحاجة لـ5 إلى 7 إلى 5 حصص بروتين ما يعادل لـ 180 جرام. فيها تقسمه 180 جرام مثلا 40 جرام على الترويقة، 40 جرام على العشاء، بفضل تقريبا 40 بـ40 80، بفضل 110 أو 100 جرام بتاخذهم على الغداء، بحاجة لـ 3 إلى 5 حصص خضروات. بدها كمية السكر بدها تكون تقريبا ما اكثر من 10 جرامات سكر، يعني قطعة حلو. بينما نحن شو بيصير عندنا على الراحة الوجهية؟ بيصير كلي كلي بقلاوة، كلي حلو، كلي كلي كلي، هذا الاكل بيجيب حليب. شو بيصير فيها؟ هي بيزيد وزنها ما بيجيب حليب.
بنكفي بحاجة هي ل 6 ل 12 حصص من النشويات، وهون حسب الوزن وعمر البيبي. شو يعني حسب الوزن؟ يعني هي حسب الدعم البيبي، إذا هي عم ترضع أو إذا كان 6 شهور أو 10 شهور أو 12. إذا عم ترضع على السنة، في كثير نسوان أنا عندي بتابعها بترضع على السنة ونص سنتين، وهذا الشيء كثير منيح. بنتابع المرأة من أول طلت لتصير عملت بيبي سنتين. غير هيك بحاجة لثلاث حصص من حليب خالي دسم، إذا هي عم تاخذ كامل الدسم بتاخذ حصة ونص، بحاجة لاثنين لأربع حصص فواكه. بالنسبة للمرأة المرضعة، المرأة المرضعة بحاجة لرضاعة، وعلى فكرة في كثير ناس بتقول لي أنا مثلا ما عم برضع ما عم بجيب كمية الحليب. كل ما أنت بترضعي كل ما بتاكلي أكل صحي كل ما نوعية الحليب بتأثر، حتى النوم كثير بيأثر على تظبيط الهرمونات عند النسوان، لأنه بتعرفوا بكون عندنا الهرمون اللي عندنا البرولاكتين طالع، فهذا الشيء كثير بيأثر على الوزن. ففي عندنا زيادة من 400 ل 500 سعرة حرارية، يعني ما بدي اقل، ما بدي اقلل على 100 ل 200 سعره حراريه، يعني انا بدي زيد 300 سعره حراريه على النظام اللي هي ماشيه فيه واكثر من هيك. هلا اهم نصائح لخساره الوزن خلال فتره الرضاعه، ما نتبع نظام قاسي لا يقل عن 180 سعره حراريه او 150. ليه؟ حتى ما يتاثر كميه الحليب، بدي اشرب كميه مي وسوائل رهيبه، يعني بدي اشرب اكثر من 2 ل 3 لتر مي. بدي كتر كمان من 3 لتر من 2 ل 3 لتر مي، ما خصهم بالحليب، ما خصهم بالزورة، بيشرب ينسون، لانه ينسون بيعدل هرمون الاستروجين، لانه خلال فتره الحبل والرضاعه هرمون الاستروجين بيصير في عندها خربطه، واذا المراه ما ظبطته حيخدس الدهون خلال اردافع. اكيد كل مره معي هلا هون على البرزنتيشن وعلى المحاضره حتعرف انه هي لما زاد وزنها اول شيء، زاد وزنها ثاني شيء شو صار عندها؟ صار عندها دهون الارداف من وراء الوليدات المتكرره، من وراء خربطه بالهرمون الاستروجين. غير هيك بدنا ناكل أطعمة صحية، بدنا نمارس الرياضة، لأن الرياضة بتعدل المزاج. بعرف كثير نسوان بعد ما تحبر ويصير عندها أولاد، خاصة ولدان وثلاثة، بصير في عندها اكتئاب. ليه؟ بتلاقي حالها دائما متوتر، عم تضع عم تضيع عم تغير كوش، عم تدرس، عم تعاني، دائما وقتها بالبيت ما عم تطلع وتفوت، بدها كثير بيعرضها لستريس، فلازم تمشي لتلعب رياضة. إذا قادرة تفوت نادي مش غلط. هلا بالنسبة للناس النباتية، للناس اللي هن ما بياكلوا لحم سمك دجاج، فهون بدنا ننتبه كثير كثير مهم، بدنا نركز على الحديد، بده ياخذوا مكملين حديد، يعني بياخذوا فيريدين، بياخذوا بي 12، بده ياخذوا كمية كالسيوم، فلازم ننتبه للعدس، بده يركزوا على الجرجير، على الشمندر، بده ياخذوا على البازيلا، المخضروات. أما هون حاخذ كثير نصيحة، فين يشربوا زنجبيل، فين يشربوا بعد منها كمون، فين يشربوا شومر حتى يروحوا النفخة. غير هيك بالنسبة للأشياء، هم عم ياخذوا الحديد بده يعصروا على حامض، لأنه الحديد بده أطعمة غنية بالفيتامين سي، هذا بيعزز امتصاص الحديد. تاني شيء بدي ركزوا على البيض، بدي ركزوا كمان على منتوجات الصويا، بدي ركزوا كمان على المكسرات والبذور مثل بذر الكتان، بذور اليقطين، بذر دوار الشمس، كمان في عنا أنواع بذور كتيرة مثل بذر الشيا وغيرها من أنواع البذور. كمان بدها تاخذ مصدر كالسيوم، الاشخاص اللي هن عندهم حساسيه عن الحليب ومشتقاته، في ياخذوا حليب اللوز، في ياخذوا حليب الصويا، في ياخذوا التوفو كثير غني بالبروتين، في ياخذوا كينوا واشياء كثير. كمان بدنا ناخذ المكملات الغذائيه، اما كمان ناخذ المكملات الغذائيه لما نعمل فحص دم نتاكد انه عندنا مثل فيرفيريتين، الكالسيوم، فيتامين دي، اشطين بناخذ مكملات غذائيه. هلا المقدار السوائل اللي هي بحاجه المراه المرضعه خلالها، لازم مثل ما قلنا ما لا يزيد، يعني بالنسبه للسوائل بدها تاخذ من الترين 3، يعني كل ساعتين بدها تاخذ 3 كبايات مي. ثاني شيء بدي انتبه ما تعمل افراط بالكافيين. ليه؟ ما ناخذ 3 فنجان كابتشينو، 3 فنجان نسكافيه، او انا عم بشرب فنجان كابتشينو مع 3 فنجان قهوه، لانه هذا الشيء كثير حيأثر من اي ناحيه، انه الكافيين بسحب المي من الجسم، ثاني شيء بيعمل لها جفاف، وبيعمل لها إذا عملها جفاف شو بيعملها كمان المرأة الحامل؟ بيعملها بيعرضها أكثر للتوتر، بيعملها قلق، وغير هيك هي حتقوم بالليل ترضع البيبي، هذا الشيء كثير حيأثر. فضروري إن ننتبه المشروبات بدنا نشربها سادة، فينا نشرب ينسو، نشرب شوربة، إذا الطقس كان بالدول العربية لبلش الطقس لما بالخريف يعدل، أما بالدول أوروبا أو أمريكا أو أستراليا بلشنا هون بالربيع وبالصيف، فبدنا نعدل أكثر. كل المشروبات بدها تكون سادة، أهم شيء بدنا نكثر نحن شرب المي. واهم شيء ما بشرب انا كافيه، ما بشرب فنجان قهوه انا عم برضع، يعني انا برضع برجع بشرب فنجان القهوه. ليه؟ لان المراه الحامل، المراه المرضعه بدها ترضع كل ساعتين، هيدا كلياته بيمرق بالحليب، بيمرق لانه كلياته بيمرق بالحليب. حتى البيبي بيعرف لما بتاكلي انت مثلا اكلتي فور اكزامبل اكلتي توم اكلتي بصل، طعمه الحليب بتتغير. هلا حبيت اعرض لكم صور من المشتركين عندي بيفور وافتر، في منهم كانوا عزابه، في منهم كانوا هالصبيه مثلا هي عزبه قدرت تنزل 20 كيلو خلال 4 شهور.
شوفوا سبحان الله نصيحة بتغير الفورم الجسم. وحرام المرأة اللي دايما مظلومة عندنا، لأنه المرأة بتتعرض لحبل، بتتعرض لرضاعة، فطبيعي فورم جسمها يتغير. هيدي المدام كانت كمان مرضعة، إيش لعندي كان هي نظامها نباتي ما بتاكل، وهذا شيء كتير كتير صعب. ليه؟ لأنه المرأة اللي بتكون هي النباتية ما بتاكل لحم سمك دجاج، الشغل معها كتير صعب، حتى بصير في عندها نقص فيتامين. بس إذا تنزل وإذا تخسر الوزن اللي بدها إياه، طالما هي عندها إرادة، طالما هي حاطة هدف براسها. مثلا هيدي المدام اشتركت معي، قدرت تنزل 2 كيلو، لكن كانوا 6. ولما كنا نحن فاتحين الجروب كتير كتير، بصير هلا فاتحين الجروب، بلشت معي من 78 ل 82، غير كتير اسلوب حياتها، كتير انبسطت بالعادات اللي غيرتها. والاحلى من هيك اللي هي حامل. فشو بنفهم من هون؟ بنفهم من هون انه اذا نحن عم نعمل تغذيه مضبوطه وانت نزل وزنك، هذا الشيء ما بياثر. مثل هون الصبيه كتير كتير كمان نزلت عندي، تقريبا اول ما بلشت نزلت 5 كيلو، هلا صرت نزلت عندي 25 كيلو. فالنصيحه عن جد بتغير. والمره الحامل، المره المرضعه، بدها عنايه، بدها عنايه كتير كتير دقيقه. انا هكون خلصت، بتشكر كل الاشخاص اللي كانوا معي. اي سؤال او استفسار فيكم تتركونا اياه بالشات، او تفتحوا المايك لنسمع اسئلتكم واستفساراتكم. يلا صبايا وشباب، يلا انا مستعده، مين حابب يسال شيء؟ تفضل تفضل فؤاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا دكتورة، يعني أعطيت المحاضرة هذه يعني بكامل معلوماتها وتفاصيلها، لكن خارج هذا النطاق، أنك دكتورة في دكتورة في مجال النساء، هناك حالة هنا لنا في اليمن. نعم. يعني موضوعين سقطت، ويقول الأطباء تحتاج إلى هباريين. الهباريين عندنا في اليمن يعني شبه معدوم، يعني فهل هناك بديل عن الهباري؟ وشكرا. فكرة معينة، بس إذا فيك ترجع تعيد من أول، لأنه في شيء ما فهمته أنا، ففيك ترجع تعيده لو سمحت. حتى عفوا بس استاذه رقية، عفوا بس يا استاذه رقية، حضرتك فتحتي مجال الأسئلة. اوكي تمام، فيك تفضل، بس رجع تعيد السؤال بصوت اوضح حتى تقدر تسمعك. السؤال هو يعني هل الهباين يعني ضرورة؟ لأن عندنا في اليمن هنا حصار والأدوية لا توجد أغلبها، فالهباين يعني هل هناك بدائل؟ هو ضروري الذي أسقطت مرة أو مرتين؟ أوكي، حضرتك مدامتك روحت مرة أو مرتين صح؟ ايوه تمام. هلا هون بدنا نعرف، يكون في معنا حكيم نسائي ليعرف شو سبب الاجهاض. ممكن هي ما تكون عم تاخذ مسبب، يعني بتقول لك انا من خلال خبرتي مع النسوان، ممكن تكون هي ما عم تاخذ مسبب حبل، ممكن يكون حبل ضعيف، ممكن يكون هي جسمها ضعيف. كيف يعني جسمها ضعيف؟ يكون هي ما عندها كل الاشياء اللازمه وكل المغذيات اللازمه، فهذا كله اساسي بياثر كله مع بعضه. عرفت شو قصدي؟ يعني ممكن يكون هي عندها قله وزن، فانا بدي اعرف تفاصيل اكثر، اذا هي عندها وزن زايد، ما عندها وزن زايد، اذا هي كانت عم تاخذ كل الفيتامينات، اذا مش عم تاخذ كل الفيتامينات بدها تتغذى مظبوط، او ممكن تكون ما عم تتعرض لفتره راحه مظبوطه. عرفت شو قصدي؟ يعني بتكون هي مثلا اذا هي عندها كذا ولد، ممكن تكون هي عم بسمع ضروري شو؟ يعني ضروري ان الهبار يعني ياخذه، ولا في هناك بدل؟ ضروري شو؟ بس لو سمحت ترجع بتعيد. يعني الهبار ضروري ياخذه، او يعني هناك بدل غيره؟ فهمت عليك، انت عم تقول اني ضروري الابر مشان تثبيت الحبل او شيء، ما فيني اقول لك انا ضروري الابر او لا، انا بحكم انا بحكم اختصاصي بحكي لك انا غذاء، بس ما فيني اقول لك انا اذا في مثبت ابر ولا دواء، هذا الشيء بيقرره حكيم النسائي، بعد ما يعمل لها ايكو بشوف الحبل اذا كان ثابت او لا، هالشغله، الشغله الثانيه بدي اشوف نسبه الاباضه عندها، بشوف اذا الحبل خفيف او قوي، كل هذا بياثر. عرفت شو قصدي؟
فالافضل اذا انت اذا كان عندك وضع تعبان منك قادر تحولها انت عند حكيمه نسائيه، حولها على قابله قانونيه، قابله كثير بتساعدك. شكرا دكتور، استفدت كثيرا من تكرم عينك، وان شاء الله الله يرزقكم الذريه الصالحه ان شاء الله. شكرا. يا صبايا مين حابب يسأل أو حدا عنده أي سؤال أو استفسار؟ سوري بس هو الصوت رايح من عنده ولا هو ما بقى في صوت؟ لا عم تسأل دكتور رقية إذا بعد عرفهم أي استفسارات، إذا حدا حبيب عنده أسئلة حبيب يسأل دكتور رقية. أنت خلصت المعلومات اللي بدك تعطيني إياها للعالم؟ إيه أنا خلصت، أنا عملت برزنتيشن كتير. إيه أنا خلصت، أنا عملت برزنتيشن سهلة قد ما فينا نسهل على الناس، ما بدي اعقدها. تمام، اذا اي حدا عنده استفسار بليز يرفع ايده. يا ماما حضرتك لا عن النسوان واكتريتهم معنا شباب. أي ساعة بدك توزعوا شهادات بعد الحضور؟ 40 لا يلا لا يلا حنزل الرابط حكي عبو بالثواني. تمام تمام كتير منيح. هلا بضل تسألوا عن المحاضرة، اللي يحب يسأل أي سؤال ما في أي مشكل. أين تنشر الشهادات؟ هلا في رابط هون بتبعته دموزيل حنين وأنتو بتعبوا.